بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة وسيم تك وفيديو جديد. سأحدثكم في هذا الفيديو عن الطريقة الجديدة لتغيير اسم قناتنا في يوتيوب، فقد كنت شرحت في فيديو سابق كيفية تغيير اسم قناتنا في يوتيوب، إلا أن إدارة يوتيوب قامت مؤخرا ببعض التغييرات على مستوى المنصة، فتغيرت معها طريقة تغيير اسم القناة في يوتيوب. فلنبدأ إذن الشرح على بركة الله. مثلا نأتي إلى هذه القناة، هذه القناة تسمى قناة بلابل، وسأقوم بتغيير اسمها. لتغيير اسم هذه القناة نأتي إلى هنا، إلى تخصيص القناة في هذه النافذة الزرقاء حيث مكتوب تخصيص القناة، ننقر عليها فتظهر لنا هذه الصفحة، ثم نأتي إلى هنا إلى هذا العنوان المعلومات الأساسية، ننقر عليها فيظهر هنا اسم القناة ووصف القناة، ومن هنا بإمكاننا تغيير اسم القناة. كما ترون مكتوب تعديل اسم القناة، نضغط على هذا القلم، ومن هذه النافذة يمكن تغيير اسم القناة، ننقر على هذا الاسم ثم نكتب اسم آخر. سأسمي هذه القناة واحة الاسترخاء، نمسح هذا الاسم ثم نكتب اسم آخر واحة الاسترخاء. هذا هو الاسم الجديد لهذه القناة واحة الاسترخاء، وسأقوم في هذه القناة بنشر المقاطع الموسيقية والأصوات الهادئة التي تساعد على الاسترخاء وعلى القراءة وعلى النوم وعلى التأمل وغيرها. إذن هذه هي الطريقة لتبديل اسم القناة. ولوضع الوصف، وصف القناة، نقوم بكتابة الوصف هنا، أي بماذا تهتم هذه القناة وما هي المواضيع التي تقوم بنشرها. وسأقوم بإضافة الوصف لاحقا. نحن هنا في هذا الفيديو نشرح كيفية تبديل اسم القناة، وبعد تبديل اسم القناة نأتي إلى هنا إلى نشر ثم ننقر عليها. تمت التغييرات، تم نشر التغييرات، ومن هنا ننتقل إلى القناة لنرى كيف ستظهر على يوتيوب. وكما تشاهدون قد تغير اسم القناة، وأصبح بعدما كان بلابل أصبح الاسم الجديد هو واحة الاسترخاء. وهنا ينتهي هذا الشرح، وأتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو. وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تشاهدون فيها قناة وسيم تك، فإن هذه القناة تهتم بنشر كل ما يتعلق ببرامج الحاسوب وبعالم الإنترنت، فلا تترددوا في الاشتراك فيها والنقر على الجرس لتصلكم تنبيهات الفيديوهات التي سأبثها في المستقبل إن شاء الله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.